بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء، وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وصل على جميع إخوانه من النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، وارحم والدينا معهم يا أرحم الراحمين، وأصلح أزواجنا وأولادنا وأحوالنا في الدنيا ويوم الدين، عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء، وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وصل على جميع إخوانه من النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، وارحم والدينا معهم يا أرحم الراحمين، وأصلح أزواجنا وأولادنا وأحوالنا في الدنيا ويوم الدين، عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء، وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وصل على جميع إخوانه من النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، وارحم والدينا معهم يا أرحم الراحمين، وأصلح أزواجنا وأولادنا وأحوالنا في الدنيا ويوم الدين، عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء، وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن قومه
ورسولا عن أمته، وصل على جميع إخوانه من النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، وارحم والدينا معهم يا أرحم الراحمين، وأصلح أزواجنا وأولادنا وأحوالنا في الدنيا ويوم الدين، عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء. وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وصل على جميع إخوانه من النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، وارحم والدينا معهم يا أرحم الراحمين، وأصلح أزواجنا وأولادنا وأحوالنا في الدنيا ويوم الدين، عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء. وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وصل على جميع إخوانه من النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، وارحم والدينا معهم يا أرحم الراحمين، وأصلح أزواجنا وأولادنا وأحوالنا في الدنيا ويوم الدين، عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء. وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وصل على جميع إخوانه من النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، وارحم والدينا معهم يا أرحم الراحمين، وأصلح أزواجنا وأولادنا وأحوالنا في الدنيا ويوم الدين، عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت يا رب العالمين.